انخفضت أعدادها إلى النصف خلال العقود الأربعة المنصرمة. كثير من أنواعها اختفت من كل أنحاء العالم فجأة. أعدادها في تناقص مستمر. وإذا استمر الحال على هذا المنوال، فإن الطيور المغردة ستختفي تماماً خلال جيل بشري واحد فقط. فهل يستطيع العلم والأبحاث فك الغموض وإيجاد الحلول لحماية ما تبقى من الطيور المغردة وإنقاذها قبل أن تصبح سماء العالم ساكنة صامتة بلا تغاريد؟ التغريدة الأخيرة على الجزيرة الوثائقية.